What the-
ربه ما في سوى القرآن راحتنا، فاجعله في سماوات النفس براقا، ربه بتنا غثاء بعد فرقته، فاجعل عبادك للقرآن عشاقا. آمين. ومع قراءة السادسة الأخيرة بهذه الليلة للقارئ من الحسن الرومي الإدريسي بمواليد 1990 سيدي مختار الشيشاوي، إمام مشي الفردوس سيدي البرونسي، خطيب مشي رياض السلام المدينة الحكومية، حاصل على الإجازة ثم المصدر، وهو الآن في دور مناقشة الدكتوراه بدأت إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق. حكم في مسابقات قرآنية في كل مكان في بريطانيا، وأدى صلاة التراويح بأمير المؤمنين حفظه الله الجد الحسن الثاني في سقش. فليتفضل جزاه الله خيرا قائلا وخاتما لهذه الليلة بصالة دعاء أمير المؤمنين صلى الله ولكي يريد الله عليه رمضان بالإيمان والإيمان والسلام والإسلام بصحة وعافية الإيمان وشرشرة مهمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا وأجرنا يا مولانا من النار وأدخلنا الجنة برحمتك
احفظ في حله وتوحاله كله وليا ونصيرا، معينا وظهيرا، انت نعم المولى ونعم النصير. واقر عينه بولعه الامير مولاي الحسن، وشد اسرار مسره السعيد، واحفظ يا ربي في باقي افراد اسرته انك على ذلك قدير. وبالاجابه جدي انت نعم المولى ونعم النصير. الله يا خالق الحمد والنوى، عالم السر والنجوى، يقتل كل واحد منا ما نوى. اللهم يا خالق الحمد والنوى، عالم السر والنجوى، يقتل كل واحد منا ما نوى. ببركه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين. وعلى آله وحفظه وإخلاله.